وأما ما يذكره بعضهم من أنه إذا صادفت ليلة الجمعة وترا من الأوتار فإن هذا يؤكد رجاء أن تكون ليلة القدر فيها، فهذا لا أعرف له أصلا يستند إليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد رجاء ليلة القدر في ليلة الجمعة. لا شك أنه يجتمع في هذه الليلة ليلة فاضلة وهي ليلة الجمعة، وليلة فاضلة وهي ليلة وتر من العشر الأواخر، لكن هذه ليست علامة يتأكد بها الرجاء أن تكون ليلة القدر فيها، لأن العلامات توقيفية إنما تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عما ورد من الصحابة رضوان الله عليهم.